Ya Ummuna Asy-Syarifah Radhiyah Ridwan, yang pertama nggih menika al-iftitah bil Fatihah, dan selanjutnya yaitu pembacaan maulid. Kula suwun dumateng Romo Kyai Haji Umar Toha untuk memimpin Fatihah dan pembacaan maulidnya. Setelah itu langsung dirangkai oleh pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Kyai Haji Husin Umar, dan setelah itu tahlil yang akan dipimpin oleh Kyai Haji Dzul Hilmi, dan doa wahbah akan disampaikan oleh Kyai Haji Fauzan Abdillah. Doa ikhtitam akan dibacakan oleh Kyai Haji Muhammad Thayyib. Itulah rangkaian acara dalam rangka kirim doa untuk Asy-Syarifah Radhiyah Ridwan. Mulai awal yang sudah kami sebutkan secara berurutan, kami persilahkan. Sebelumnya kami aturkan kepada beliau-beliaunya atas nama pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Buya Asyid Buya Muhammadin Amir al-Mahdi al-Hasan wa Syed Abbas al-Mahdi wa Syed Abbas bin Abdul Aziz al-Mahdi wa usulihim wa buru'ihim thumma ila ruhin al-Hubaba al-Syaibah Fatima al-Bukhdadiyah wa Ummana al-Syaibah Radiyah وإلى روحي من استمنا هنا بسببهم ولأجلهم خصوصا لربي بابا حاجي مصدوكي سعيد ثم إلى روحي المروك بابا حاجي مرسولي حاجي عبد القادر حاجي عبد الحليم حاجي محمد سعيد حاجي حمدي حاجي طه مصون تي حاجي مهيمن تي حاجي عبد البسيط تي حاجي حرس تي حاجي هاشم تي حاجي عبد الله محمود حاجة صوفيا حاجة أمينة حاجة نور جنة ثم إلى روحي المرحومة إبو سيدي عرفة أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلوا الجنة أن الله تقبلهم يتقبل أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم وجعلنا وإياهم من أهل الجنة من أهل الجنة من أهل الجنة بسر الفاتحة. ثم البلاغ من التبول وبدأ تمام الرسول ومأمور مصلي شنطاي رب لا بعد البر شجاني بدل خيرنا بل ولدنا وولدنا أن الله ينور قلوبنا وقالبنا والهدى والتقوى فهو الموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بلا محنة ولا امتحان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولدنا ولكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على
Bismillah ya Rabbi Husabil Bismillah ya Rabbi Salli ala Muhammad ya Rabbi Salli alayhi wa sallim ya Rabbi warda anil mashayikh ya Rabbi farham wa bikina بارحم أبويا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه يا ربي وارضى عن الحبائب يا ربي بارحم أبويا صلي على محمد يا ربي صلي عليه يا ربي وارضى عن الحبائب يا ربي بارحم أبويا وأهله يا ربي صلي على محمد يا ربي يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا اللهم صل على
Oh,
Thank you.
فإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لكم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من موقفنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن معمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين.
وحميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك من الهدى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكرك اللهم صل أفضل الصلاة على مخلوقاتك من شرك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك عن ذكرك اللهم صل أفضل الصلاة على مخلوقاتك بدر الدجال سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكرك سلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وسعد رسول الله اجمعين وحسن الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استغفر الله 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 العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه انا بذكر الله تطمئن القلوب افضل الذكر فاعلم انه لا اله الا الله إلا الله
إلا الله، لا إله 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 إلا الله.